زعيم الدمار ينتظر، وأخيرا ولادة زعيم السايان المذهل. أريد أن أسألك سؤالاً، هل تعرف شيئاً عن زعيم السايان المذهل؟ طلب سهل جداً. إنه هنا. مرحباً. الزعيم بيروس، أعتذر لأني أحدثك من هذا المكان. الأهم أن تحضر لنا زعيم السايان المذهل بسرعة. عذراً، في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أحضره إلى هنا في هذا الوقت يا زعيم بيروس. ماذا؟ زعيم بيروس، زعيم السايان المذهل هو الزعيم الذي يظهر في أساطير السايان. إذا تآلف خمسة من السايان الخيرين معا ونفخوا أنفاسهم على شخص آخر من السايان، فسيصبح الأخير زعيما من السايان. وداعا أيها الزعيم. ما تفعلونه ليس صحيحاً. من المفترض أن تنفخوا أنفاسكم وليس طاقاتكم. فكروا. قلت ستة؟ ينقصنا واحد فنحن خمسة. ماذا تقولين؟ هل هذا يعني أنك تحملين ابننا في بطنك يا فيديل؟ رائع، خبر مفرح. هل هذا يعني أني سأصير جدا؟ جوكو مبارك لك. خجلتني. هيا أسرعوا وأحضروا زعيم السايان المذهل وإلا. يا أصدقاء، أرجوكم وحدوا قلوبكم، هيا بنا. انظروا إلى بطن فيديل. لا، هل سأتمكن من لقاء زعيم السايان المذهل؟ يبدو أنك ستلتقي به. يبدو أن الأمر يستحق الانتظار. زعيم بيروس، أعتذر، جعلتك تنتظر طويلاً. الآن بدأت أشعر بالحماسة.